يأتي اليوم العالمي للحماية المدنية لهذه السنة تحت شعار دور تكنولوجيا المعلومات في تقييم المخاطر، لإبراز دور تقنية ونظم المعلومات وتطبيقاتها في الحد من المخاطر، للتأهب والاستعداد لمواجهة الكوارث وإدارتها والتقليل من مخلفاتها. الحماية المدنية مؤسسة تتحسن وتتطور سواء في الجانب التنظيمي والجانب العملياتي. على مستوى بوعريج تقدمت بخطوات ثابتة، وهي تقوم بواجبات نبيلة سواء في جانب الإسعافي من خلال التدخلات العديدة على مستوى الطريق الصيّا، وكذلك المجهودات التي بذلت في الحماية من الكوارث الطبيعية، وهذه يعني كلها مجهودات لابد أن تثمن.